مكملين مع حضراتكم. كل واحد فيكم نام الساعة كام بعد الماتش؟ أنا يعني نمت الساعة 4 الفجر. قعدت أتفرج بقى على التلفزيون، نزلت بعد الإذاعة أتفرج على كابتن مدحت شلبي ولا كابتن يعني أون سبورت. بصراحة كانت عظيمة. أصل أنا حاطط التلفزيون قدامي في الاستوديو في الإذاعة، أنا بقعد بعد الماتش حوالي ساعة ونص كده نحلل إحنا برضه بس من خلال الإذاعة، وعملنا لقاءات ومداخلات من وبعدين نزلت بقى. كانت بعد المباراة بساعة ونص كانت مصر مقفولة، بس أنا عديت من فوق بتنزلي من ماسبيرو تركبي كوبري الزمالك، وانا على كوبري الزمالك يمين وشمالي احمد عرابي وجامعه الدول العربيه مقفوله الناس، فوقفت ركنت العربيه كده وقعدت اتفرج من فوق. حاجه طبعا رائعه، فكرتنا بالايام الحلوه للكابتن ايام كابتن محمود الجوهري برضه ما وصلنا كاس عالم، كابتن حسن شحاته والايام الحلوه. بس ان شاء الله دي في 2017 أحلى أحلى إن شاء الله. حمدي عرفت بقى تخرج إزاي من الكافيه حمدي المرغني؟ أنا الغلطة أنا خرجت عملت زاكي بقى، قلت أخرج بسرعة قبل ما الدنيا تبقى زحمة. فضلت أنا نمت الساعة 4 برضه بس ما اتفرجتش على حاجة في الشارع. مزنوق عشان أوصل، مفيش بقى، ولازم لما أعدي على أي احتفال أنزل وأشارك. ما هو لازم إيه ولا أنت تاني كافيه ويفتح باب العربية؟ أنا فعلا ولا أنت مش محتاج مصر؟ لازم هتحتفل يعني هتحتفل. ما ينفعش انت ايه مش مبسوط لمصر ولا ايه؟ فلازم تنزل وتلف بالعالم وتوقف. مفيش يجي التاني يقول لك انت موقف في الشارع مع اصحابك هم اللي نزلوه. مفيش بقى يعني موضوع. بس كان احتفالات حلو. كنت اول مره انا من نوع، واتكلمت مع هيك قبل كده في ده، انا اصلا بعيدا عن التمثيل انا عندي فوبيا من الزحمه يعني بطبعي، بس اول مره انبسط بجد من الزحمه امبارح. يعني الناس الناس بتضحك من قلبها، الناس فرحانه بجد قوي، وكل الفئات واقفه مع بعض، كل طائف الشعب بجميع مستوياتهم، مفيش فرق، وده بيحضن ده يعني مفيش لحظه بجد انسانيه حلوه جدا. يعني مفيش فروق بين الناس، هتلاقي واحد ماشي فحضن مين اللي بيبيع في الشارع، كل الناس مبسوطه. انت بقى كنت بتقود التشجيع ولا في حد بيقول فانت تقول وراه؟ لا انا كنت بترمي جوه التشجيع. بترمي طب نسيت اسالك، انا مش عارفه وسط التسقيف انا باركت للعروسه عروستك الجميله الاموره اسراء، ما عادش تقول لك انت هتتفرج على الماتش وتسيبني وكده. انت عارف الستات ساعات هي كرويه اكتر مني، انا لسه اقولها ماليش في كوره، هي لا هي كرويه جدا يعني. انا ماليش في كوره في العادي، لا هي مش طبيعيه في كوره. كانت معايا على الكافيه، ما رحنا ما كافيه، ما يعني ضحيه من ضحايا التشجيع. دي ضحيه جدا يعني. انت كل احمي نفسك يا اسراء وبنزل انا مفيش مفيش خلاص خدي ساتر. يعني كانت معاك في الشارع طول ال كانت معايا لحد الفجر مفيش. كانت زحمه حلوه قوي، زحمه الاستاد كانت حلوه، الزحمه اللي بعد كده حلوه، زحمه نظيفه مش عارفه اوصفها ازاي، زحمه كده زحمه ما فيهاش تحرش، زحمه ما فيهاش غباوه، زحمه ما فيهاش كانت زحمه حلوه قوي. تامر انت اعلامي قول وصف لي الزحمه. لا هي كانت زحمه فيها شويه غباوه بصراحه. كان فيها غباوه خصوصا ما هو خدي بالك انت بتتكلمي على مراحل متفرقه. الثمان دقائق كانت زحمه صعبه جدا، اللي هي ما بين التعادل لحد هدف الفوز كانت زحمه فظيعه. في ناس جنبك ابتدت تشتم، وفي ناس ابتدت عارف اللي هو اوعى بقى وبتاع، وتلاقي كوع في ودنك وبتاع، فلازم تستحملي وتنبسطي ومعلش وربنا هيفرجها وبتاع. ليه وانت كنت قاعد في مقصوره ولا قاعد في؟ لا ما هنا مفيش مقصوره ومفيش ترس ولا ثالثه ولا بتاع، هنا في مشجعين. انت كنت في انهي حته يعني؟ مشجع. انا عايز اقول لك انه انا كنت في المقصوره الاماميه ورايا على طول المقصوره الرئيسيه، كان في حوالي 5 أو 6 وزراء حاضرين. لو اقول لك الوزراء كانهم في الدرجه الثالثه مش هتصدقيني. مش عايز اقول اسماء عشان يعني ما ده ما احنا عارفين الخصوصية. مين الخصوصيه؟ لا مش عايز اقول لك مين عمل ايه. يعني في ناس من الوزراء نطت نطه، انا افتكرت ان هو كابتن حماقه بتاع الدرجه الثالثه كبير مشجعي منتخب مصر. يعني اللعيبه كلهم دخلوا غرفه اللبس من غير التيشيرت والشورت، خلينا محترمين يعني. وفي الفرحه ربنا يكون في عونك لما تكوني شخصيه عامه وسط 17,000 واحد. حاجه لطيفه قوي. او زي العمل كده بالظبط. ده فرحان مين؟ ده فرحان مين؟ ساعة ضربة الجزاء عملت ايه؟ اتفرجت ولا لا؟ لا بتفرج. لا اتفرجت لاني كنت مقدر جدا حجم المسؤولية اللي على صلاح. وعلى فكرة انا مختلف شوية، لو اتعادت اللقطة بتاعت صلاح لا ما كانش عادي.
هو صلاح طبعا محترف وخبير وتقيل وكل حاجه، بس لو تبصوا في تنهيده تنهدها صلاح طلعت كل الضغط العصبي. لو رجعت الصوره بسلو موشن هتلاقي صلاح غمض عينه سنه وطلع تنهيده كده وراها حلم ال 90 مليون اهي. لا بس ما اخدتش فراكشن جزء من الثانيه. لا مش يعني مش هتاخد، بس التنهيده لما بص على ده هو يعني لو حسبناها هنلاقيها حاجة. هي بس تطليعة الضغوط كلها والحمل يا منى فظيعة صعبة. انت متخيلة يعني ايه اصل ده لك؟ لا متخيلة، بس انا مبسوطة على الاحترافية والثبات الانفعالي وده المطلوب طبعًا. يعني طبعًا. يعني بالعكس ده شيء يثير الاعجاب. خطيب وبلاتيني وبرا كلهم ضيعوا ضربات جزاء، فصلاح عارف انه مهما كان متمكن 1% تضيع، فهو عارف انه هيشيل كل مسؤولية واحلام المصريين دي. وانا فاكر اللقطة بتاعت ابو تريكة ماتش غانا 6-1 لما خبط على كتفه وقال له انت اللي هتشيل الحمل، فهي اللحظه دي بقى بصي المنظر ده واحد مش واقف عادي، ده واحد ده كان نفسه يقول لك الارض تتشق وتلع. هو بصي ده بيكلم الكوره طبعا، ده بني ادم بجد يستحق نوبل على الثبات الانفعالي والمسؤوليه. واحد تاني كان يقول لك لا حد تاني يشوطها، ومصيبه لو كان مجدي عبد الغني اللي شاطها. مجدي عبد الغني هيبقى معانا في الفتره اللاحقه. لا لا احنا ينزل والله يقول له شبهال انا هتصرف انا. طيب سيف زاهر، اولا عايز اقول بس شويه معلومات. سيف زاهر في ناس كتيره بتحبه عشان هدوءه في التعليق، ان هو يعني منضبط جدا وهو بيحلل الكوره. في ناس كتيره بتحبه عشان هو فاهم هو بيقول ايه، وفي ناس كتيره بالذات الجنس اللطيف بيحبوه عشان وسامته. يعني هو عنده اسباب كده ايه مختلفه تراكميه كلها بتصب في صالح المشاهد. قول لي بقى بعيد عن التحليل والشغل، انت ايه احلى لحظات الماتش بخلاف الجون؟ ايه لا يعني كنت فخور بحاجه حصلت، وايه حاجه كانت لفت انتباهك قوي؟ كنت فخور جدا ان الجمهور ما فقدش الامل، شجع الفريق لاخر ثانيه. شعب مصري شعب طيب جدا، عايز يفرح بس بغض النظر عن اي شيء. شعب شعب ملوش كتالوج، يعني هو في ثانيه بيعوز حاجه بيعملها، سواء في المدرجات سواء في الملعب. يعني الماتش ده مش بتاع كتالوجات، الماتش ده حاجه كده بتيجي في العمر، ان في 3 دقايق يحصل كده، ان الجمهور يرفع الحكم ان فاضل 5 دقايق وقت بدل ضائع، فالجمهور يهيص واحنا متعادلين والحلم بيروح، فده مش ده اعجاز. يعني حاجه ان الناس تفضل بتشجع وهي بتعيط، دي حاجات بقى احنا ما شفناهاش. بس كان عندي يقين مش عارف ليه مش عارف منين ان مستحيل الناس يتراها زعلانه، ومستحيل الشعب ده بعد ما قرب قوي ان هو يفرح ان هو ما يفرحش، مستحيل. يعني كانت قناعه جوايا مش عارف ليه. هي كانت جوا ناس كتير بس تهاوت مع مع هدف التعادل. تهوت ناس كتير قوي شبكوا مع بعض او ربطوا ايديهم في بعض في الانجاز ده. يعني الحقيقه كان احداث بعد الماتش، انا كنت موجود في ماتش 6-1 اللي تامر بيقول عليه، كنت انا رئيس البعثه هناك في غانا اللي احنا خسرناه 6-1، كان معايا ابو تريكه ومحمد صلاح وكنا في غانا. انا بقول ليه كده؟ عشان الناس تعرف ان محمد صلاح كان موجود في ماتش 6-1 وكان موجود في خروجنا من ايفنتات كتير. يعني هو اتعلم، يعني هو عنده خبرات كبيره، هو مش محمد صلاح لعب امبارح، ده طلع ونزل وكسب وخسر وعنده جلد وعنده صبر وعنده عزيمه رهيبه، بيحب البلد بشكل رهيب. محمد ما شاء الله محترف ووضعه بره مختلف تماما. الناس لما تيجي تتكلم مثلا على مكافآت ماديه او كل المكافآت اللي اعلنت دي بالنسبه لعدد كبير من المحترفين ارقام بسيطه قليله، ولكن هم الاساس بالنسبه لهم ان هم بيحبوا البلد. احنا الساعة 2 الصبح بعد ما اللعيبة خلصت أو 3 الصبح اتبلغنا إن سيادة الرئيس عامل تكريم تاني يوم، فاللعيبة فضلت قاعدة مطبقة ومجلس الإدارة لحد ما طلعنا من اسكندرية برج العرب ورحنا الدفاع الجوي وقابلنا سيادة الرئيس وحصل التكريم. الناس دي قعدت ما تنامش مثلا من قبل الماتش، يعني صاحية ومطبقة، كسبوا الماتش ومطبقين وقاعدين وسهرانين وجايين من برج العرب عشان التكريم. فاعتقد ان هو بالنسبه لهم البلد ده حاجه كبيره، يعني بسجل احترامي وتقديري ليكم كلكم، وبسجل تقديري لكل الجهد اللي انتوا عملتوه، وبقول لكم شوفوا في ساعه
ساعة وشوية كده، انتوا عملتوا في قلوب تقريبا 100 مليون مصريين. شوفوا انتوا عملتوا ايه. انتوا شايفين كل الناس فرحانة، فرحانة بيكم، عشان تعرفوا ان كل حاجة حلوة هتعملوها يا مصريين، مش انتوا بس، كل المصريين، بتفرح شعب مصر. اللي عايز يفرح ومن حقه يفرح، من حقه يفرح، ويستحق انه يفرح. مصر تستحق. فانا بشكركم وبشكرك يا محمد. انا بشكر الجميع، بس استنى. بشكر محمد لان محمد كان عليه ضغط شديد جدا في اخر 4 دقايق. حد قال له خد شوت انت. فطبعا بقى هو قدام 100 مليون مصري، الكوره دي لازم تخش الجون عشان ينتهي الماتش بسلام ونبقى كلنا فرحانين. فانا عشان كده توجيه الشكر لمحمد مش معناه ابدا غير ان هو تسجيل واحترام ليكم كلكم في شخص محمد وفي شخصكم. انت ايه اللي حاجه حصلت بصيت لها بتفاؤل يوميها؟ ان الملعب مليان، وان كل مصر يعني قبل المباراه بيوم، بعد ماتش اللي هو اليوم اللي قبليه كان اوغندا وغانا تعادلوا، نزلت دايما لما بروح الاذاعه كان عندي برضو استوديو في ماتش مصر، ماتش اوغندا وغانا، فنزلت لقيت الشارع كله مستني الماتش تاني يوم. الناس بالاعلام، الراجل عامل النظافه في الشارع بيقول يا رب نكسب بكره، سواء التاكسي اللي ركبت معاه كابتن كريم شايف ايه، قلت له لا ان شاء الله الماتش هيبقى سهل جدا وهنكسب مكسب حلو. التاكسي ليه يا كريم؟ ما هو التلفزيون بيبقى زحمه، انت عارفه الجراج هناك في مركب تاكسي، وعادي موتوسيكل كده ساعات بروح بيه والله. موتوسيكل وركينه على طول عشان يبقى الامور سهله في التحرك. فكان كل الناس بتقول يا رب. البسطه وكل المصريين يعني بجميع طوائفهم وشغلاناتهم، عارف الاحساس هو كفايه بقى يعني. وبعدين فرصه زي كده هتيجي، يعني النتيجه بتاعت غانا واوغندا 100 100، تعادل 0-0 دي مصلحتنا 100%. بنلعب في ارضنا ووسط 100 ألف متفرج و90 او 100 مليون بيدعوا لمصر، وكل الشعوب العربيه بتدعي لمصر، وفرقه في المتناول، منتخب كونغو مش فرقه قويه اللي احنا نخاف منها. فكان كل العوامل بتقول ان احنا ان شاء الله في كاس العالم، وده حلم احنا مستنينه بقالنا كتير جدا. فالحمد لله يعني ده كان مديني احساس ان خلاص الامور قربت يعني. اتفائلت بايه يوم الماتش؟ لا انا اتفائلت قبلها، كنت لسه بقول لك على الفيديو اللي عملته، اتفائلت بجد ان هو جاي مع ذكرى اكتوبر. فحسيت ان يعني ان شاء الله هيبقى الشهر ده، لا هيبقى هو اللي شايل كل الحاجات الحلوه اللي يعني ربنا مش هيعاكنن عليهم في الشهر ده ان شاء الله. ان هو احنا لسه الناس بتحتفل من يومين، والناس برضو عندها الذكرى دي كل سنه، حتى احنا يعني الاجيال اللي حتى ما حضرتش بتحتفل كل سنه من قلبها، ما حدش بياخدها انها حاجه تاريخيه. ما حضرتش 90؟ ايه؟ لا ما 90 ده كان عندي سنتين باين، كنت بتفطم وقتها. ايوه معلش، اصل كل موجودين هنا حضروا 90 يفتكروا. كنا صغيرين بس حضرناه. انت ما شفتش. انا اول كاس عالم في التلج. اول حاجه تحصل. اول احساس. طب ما انت على فكره التجربه اسهل من الجيل بتاعنا ده. احنا التجربه اصعب، احنا ما اللي هو نفسنا نبقى زيكم في مره فاكرينها، يعني مش مهم ونقعد نفتكر فيها كل ما حد يقول احنا ما فيش. احنا حتى ابو مجدي عبد الغني يعني احنا بالنسبه لنا عباره عن انترنت وعن حاجات، انما ما شفناهوش حتى لايف، يعني حتى الحاجه اللي هو مصدعنا بيها احنا ما شفناهاش. هو جاي لك دلوقتي. هو جاي لك. حتى الناس حتى على السوشيال ميديا تقول ان كابتن مجدي خلاص وبتاع، بقول لهم لا مش خلاص، ده كده ده بدايته. يعني هو هيبتدي حمله اعلانات ليه، ان هو ازاي بقى بيكلم اللعيبه اللي هتلعب، ازاي تجيب الجول. ده بالعكس، ده هو كده هيتواجد اكتر. انا تخيلت العكس، انا تخيلت الناس اللي اتفرجت على ماتش مجدي عبد الغني واللقطه، يعني عايشه احاسيس اصعب. بس انت لما شرحتها لقيت ان انتوا اصعب. نفسنا يبقى لنا احاسيس يعني. نفتكر حاجه بس، مش عايزين اكتر من كده. نبقى يعني يبقى الجيل ده شاف كاس العالم، يبقى دخلنا احنا دايما والمشكله ان احنا شعب مصري، شعب كروي، انا كده بنتفرج، فتخيلي دايما بنتفرج واحنا مش موجودين، فمش هيجي مره نتفرج واحنا نبقى يعني ده. حتى اهالينا دايما لو ما لناش في كوره يقول لك تنزل اتفرج، امال لو بنلعب؟ يعني دايما بيعايرونا بكده الناس الكبيره.
فهو بقى خلاص هنتفرج واحنا دي ما كناش اللقطه دي الواحد مش واخد باله منها. صحيح صحيح صحيح. انتوا كانوا بيتفرجوا على تراث يعني عبد الغني بالنسبه لهم تراث زي الفراعنه. كان عندك كام سنه وانت نفتخر بيها بس قال لك مجدي عبد الغني زي الفراعنه كده نقرا عنها في الكتب. انت كان عندك كام سنه في 13 12 يعني فاكر لا 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 فاكر لا لا فاكر فاكر وبعدين فاكر جون الكابتن مجدي وقعد هو معايا جنبي 24 ساعه حتى لو مش فاكر هو بيفكرني بيه. ايه 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 الحاجه اللي شفتها او حصلت واتفائلت بيها يوم الماتش؟ الماتش ده؟ لا الماتش ده كنت متشائم جدا. ليه؟ مع قلقان مش عارف يعني دايما لما الناس بتحتفل بدري او الكوره دايما علمتنا كده اما نحتفل بدري قوي دايما يبقى في حاله قلق كبيره قوي لما تلعب ماتش جامد قوي قدام فريق كبير قوي وانت مش متفائل بشكل كبير الكوره دايما عايزه حرص فالماتش ده الناس خلاص عامله حسابها احنا كسبنا وثلاثة أربعة وهنحتفل ازاي ولو جيت متاخر شويه كنت دخل جونين واول شوط جونين ثلاثة فالماتشات دي بتقلق وابتدى الماتش واول شوط يعني المنتخب مش كويس قوي ما دخلناش جون كل ما الوقت بيعدي الدنيا بتتوتر الناس بتقلق في ايه المشكله والفرقه اللي باللعيبه ما عندهاش حاجه تخسرها فبتلعب بهدوء وبتزداد ثقه فهي دي المشكله يعني كرة دايما غدارة يعني امورها صعبة صحيح. ممكن توصف لي بقى احنا لما اتصورت وانت يعني الدمعة يعني غلبتك ده كان زي ما بيقولوا في الكواليس ايه تاني في الكواليس احنا مشفناهوش وانتوا في اون قاعدين في البوكس الازاز ده يعني احكي لي ميدو عمل ايه؟ ميدو احنا بنعالجه يعني بنديله مؤديات وبنعالجه عنده مشاكل ميدو اطيب شخصية انا قابلتها في حياتي بس مش ثابت يعني عنده مشكله في الاتزان عنده ازمه بنحاول دايما يعني نهديه بس هو يعني بيقرا كويس يعني دايما واحنا قاعدين بيبقى عنده توقع كويس هيحصل كده ولو ده حصل كده ولو ده زي صح الماتش وكان شغال معانا بشكل كويس حازم كان عنده هدوء كبير قوي لان حازم بيلعب بدورين برضه يعني حازم محلل وعضو مجلس اداره في اتحاد الكوره وانجاز هو برضو جاي مسؤول يعني بيتعامل بالروحين والناس من ورا الازاز تتعامل معاه كده ككابتن حازم كابتن مصر نجم كبير كواحد بيحلل وكمسؤول اما جه الجون فينا حاسس تقريبا جاله هبوط فقعد ما سمعتش حاجه وبعدين بقى بيتاكد مني يعني يقول لي ايه اللي حصل طب ما انت شايف زيك يعني احنا الاثنين باصين مش مصدقين كلنا بتتاكد مني في ايه اما جه البنالتي احنا ما صدقناش يعني حازم طلع يجري على الباب احنا قاعدين في اوضه صغيره يجري على الباب رايح فين هو مش عارف ميدو بيجري على السكرين كانت محطوطه السكرين حته صغيره كده بيجري عليها احنا مش عارفين كابتن حسام بدري بيقول لي ما تقلقش ومدي الملعب ظهره فبيقول لي ما تقلقش انا كده كده مدي الملعب ظهري ما ببصش بس هو معايا برده هو مدي له ظهره بس هو عنده طبعا يعني في الموقف ده اكثر ثباتا بس منظر الاستوديو ناس معاها شهاده تتعالج يعني مش حاجه طبيعيه واحد يمين واحد شمال واحد جه بقى البنالتي مين اكتر واحد عمل رد فعل جاي حازم امام حازم مع انه يمكن يكون الاهدأ مثلا لا يعني ظاهريا يعني هو بكى على خفيف ميدو قعد يزعق كابتن حسام بدري كان عنده فرحه غير طبيعيه وقعد يهدينا كلنا انا ما ببصش لحد ما تعملش معاهم خالص وقاعد مدي ظهري وببص للكاميرا انت برنس انت مالكش دعوه بال لا انا مش بيش دعوه انا حاسس ان انا لو بصيت يعني حاسس لو بصيت مش عارف هقول ما انا اخر لقطه ليا الناس بيعيطوا فانا مش عارف ابتدت الناس تدعي لنا وابتدت تهتف لنا فانا بقى مش عايز ابص لهم فالوضع ما تتاثرش زياده هي كلها كانت وطالعين المشكله ان انا بجهز عشان طالع هوا بعد 4 دقايق خلاص الماتش خلص خلاص واحنا خسرانين فمأهل نفسي انا مش عارف اقول ايه صح فالوضع صعب فجأة طالع بعد 3 دقايق بقول ان فرحة المصريين وقصة مختلفة فعايز اعمل الشيفت النفسي وانقل فجت معايا كده كابتن حمدي كنت تحب اكتر مدحت شلبي هو اللي علق على الماتش ولا مجدي عبد الغني؟ لو كان في فرصة لا يعني اسمع هنا واسمع هنا لا لا قول بجد مدحت شلبي يعني اصل هو انت مجدي واخد موقف لا من الكابتن مجدي لا والله كابتن مجدي بس عشان ممكن يكون بره لا ده انا بعشقه ما بيسكتش يقول لك بعشقه بيسكتش وصوته عالي لا بيضحكني جدا بس مجدي عبد الغني بيضحكك جدا عشان الجون بتاعه اللي دخله ولا
بيتكلم في الكرة ليه ده؟ واحدة واحدة أفهمكم حاجة. اللي احنا فيه ده دلوقتي عشان يروحوا يجيبوا اللي انا جبته. هو كابتن مجدي عبد الغني جه عمل كبسه على حمدي المرغني، بس خليني اقدمه بما يليق. انا اتفرج على الجون بس استمتع يا نجم الكره المصريه. ايه سهلا اهو اهو اهي ده جايبينها من الاول ليه؟ ما يخسر. لا ما تقلقيش حمدي، حمدي ده تاريخ. انا ما بعرفش حاجه في الكوره وبتكلم في الكوره. ما لسه انا قلت انا صريح. طب امال بتتكلم ليه؟ انا سامع انك لخبطت شويه. لا 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 ما اقدرش. مش كفايه انك انت عامل اعلان عشان تاخد فلوس من الناس؟ انا والله دافع ضرايب. يعني عامل اعلان ضرايب؟ يعني الناس كرهاك اصلا؟ لا 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 كابتن مجدي جاي سخن جامد. عايز اقول لحضرتك اولا رفقا، عارف ده جيل ده لما انت دخلت الجون ده كان هو عنده سنتين بس. فهو بتهزر؟ اه والله. سنة اعلاني هيتعرض شهرين بس. انت؟ اه مش هيقعد طول العمر. ما هو قاعد اهو. ده هي دي الميزه. ما دي الميزه. صفر سوريانو ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء. يا عم يا مختار يا رب. جول 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 جول. هدف التعادل للمصريين، هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40، في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. كلل الله مجهودات المصريين في النجاح بهدف التعادل في الدقيقة 38، وهذا التعادل هو نتيجة جهود كبيرة طوال هذه المباراة. كنت حاسس ان كابتن مجدي بيذلنا حمدي. اذل ايه ده؟ هي المساله يا جماعه، انت لازم نسمع وجهه نظر الجيل الجديد. حضرتك واخده الموضوع في سكه تانية خالص. الموضوع لا فيه ذل ولا فيه قصه. بص على فكره، بص مجدي هو بيتكلم بيقول لك في سكه تانية خالص، حتى هو بيعمل كده. سهل سهل مشكلة. ده لسه في اكل عيش ولقمه، يعني مصلحه. يعني ايوه بس لازم تدافع عن مرغني. ما معقوله كده وبيستثمر فيها يا فندم؟ طب عايز اقول لك حاجه، لو انا كنت ضيعت دي كان زماني معلقني في ميدان التحرير. صح مش كده؟ صح. يعني انا دلوقتي ما جبت البلنتي مش عاجب، اضيع البلنتي بتاع لا مش عاجب. ايه ده؟ عاجبنا ونص وثلاث ارباع. ما ينفعش الكلام ده. انا سعيده بوجود المجموعات اللي هتكون معانا لحد اخر الحلقه، وشاكره جدا كابتن سيف زاهر عنده استوديو تحليلي، وانا قد ايه ممنون ان هو كان موجود معانا. لا لا انا عندي هوا. لا هوا ايه؟ والله عندي هوا. ما ينفعش. انت عارف والله ما في حساب عايزين. ما خلاص انت مش جيت. لا اصل سيف المفروض ان كان في السبوع بتاع بنت ابني. احنا جايين نفرح وما جاش. ايوه وما جاش. فطبعا في عقاب شديد جدا. عقاب شديد طبعا. ممكن ما يروحش على الهوا دلوقتي.
بسبب ويقعد معانا للاخر. طب يعني يدفع كام وتخلي سبيله؟ ها؟ يتخلي سبيله بكام؟ هتدفع كام؟ على فكره حد بره فاهم مدام منى. هتدفع كام؟ لا 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 يعني طالما قالت اللغه دي يبقى حد شرح الموضوع. يبقى حتى الموضوع ده يخلص ازاي؟ الكلمه قبل ما تمشي سيف ده، الكلمه اللي بحكم الزماله بقى وفي قناه واحده وفي استوديو تحليلي واحد ما قلتهاش لكابتن مجدي، دلوقتي تقولها له، نفسك تقول له ايه؟ يعني من جواك من قلبك. نفسي اقول لكابتن مجدي، كابتن مجدي مش قناه واحده بس، وقعدوا مجلس اداره معايا برضه في اتحاد الكوره. فاحنا ملاصقين لبعض، شخصيه طيبه جدا، شخصيه محترمه جدا، شرفت جدا الحقيقه ان انا كنت معاه. سعيد جدا ان احنا وصلنا كاس العالم عشان نخلص منه. حبيبي يا كابتن. وسع. عيد اللي انت قلته تاني. قال لك بالنسبه لي زي الفراعنه. يعني ايه؟ انا خايفه ان احنا ندخل كاس العالم بالاداء ده. اكيد هتجيبوا المقلب. زيوا المقلب. ده رزق يا مدام منى. احنا بنلعب بطريقه واحده. ما حضرتش حد بيمدح فيه. خط وسط مصر ما فيهوش لعيب بيعرف يباصي. وانت كنت مكان محمد صلاح كنت هتدخل هتضرب الجون ازاي؟ كده على يمين وسهل. انتوا مصريين هزكوا علينا تكسبونا. كابتن مجدي وكابتن كريم ولا مؤاخذه كابتن حمدي. احتراف ادار رمضان صبحي ضرر بالغ. حاطين صورتي يعني لابس فستان ما فيش دي. طب يفتح سبوبه ثانيه. اه صح. الرئيس نفسه زعلان ان انا ان يعني زعلان. اه طبعا على الجزء. صح يا كريم. صح. على الجزء. يبقى الضغط بيخليك تطلعي احسن مع. لا لا مش لا 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 اصلها اصل انت اتكلمت. غانا تغلب اوغندا والكونغو تزفنا. ايوه ايوه.